بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سعيد أن ألتقي بكم في هذا الجزء من الحلقة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبارك لنا في أوقاتنا نقدر فيها نجاوب على الكثير من أسئلتكم اللي وردت إلينا عبر صفحتنا على الفيسبوك، وبتظهر أمامكم الصفحة من أن لآخر. وإحنا بنجتهد يعني مرة مرتين في الأسبوع بنحاول نجاوب على هذه الأسئلة بقدر الإمكان. عندنا الحقيقة سؤال متكرر جدا جدا جدا، وهو كتابة الشقة ولا كتابة ما نملك للبنات في حياتنا. أختصر القضية دي، الله يبارك فيكم، وأقول لكم عدة أشياء كده مهمة في الموضوع. اللي هيكتب للبنات عشان يهرب من شرع ربنا غلطان. شرع ربنا ما فيش أجمل منه، ما فيش أعدل منه، ما فيش أحكم منه، والهرب منه غلط وهيجي على دماغنا. فدي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، لو عيالنا احتاجوا عنينا في حياتنا هنديها لهم، مش هنبخل عليهم. فلما تبقى بنتك محتاجة تسكن، جوزها فقير غلبان ومش لاقي وجبت لها شقة، ولا قاعدة بطولها وجبت لها شقة عشان تستقر فيها وربنا يكرمها، أو انتوا قاعدين في إيجار واجتهدت عشان تجيب لعيالك شقة يقعدوا فيهم بناتك، يقعدوا فيهم الستر، مفيش مشكلة. احتاجت عربية تحرك بيها راحة مشاورها وضروري بالنسبة لها، ما يجراش حاجة. لا قدر الله محتاجة عملية، محتاجة بتاع، حتى لو سفرتها برة، اصرف على أولادك إن شاء الله تصرف. هقول لك إيه، هنبيع عضو من أعضائنا عشان نصرف، يعني استغفر الله. طبعا بتكلم على حاجة غلط، مش قصدي يعني، إنما في النهاية لو أنت تكتب لأولادك علشان حاجتهم أو بتديهم عشان احتياجهم، ما عندناش مشكلة على الإطلاق. إنما إنك تكتب عشان تهرب من شرع ربنا سبحانه وتعالى والاسم اللي عملها، ما ينفعش. لا بحجة بقى أصلي وإخواتي مش عارف وحشين، أصلي إخوالهم مش عارف وحشين. في النهاية الله قسم الميراث وقسم الأرزاق. يعني هو أنت كتبت ما كتبتش، هو الأرزاق واحدة. فأرجوكم ما تعملوش حاجة غلط، اعمل الصح. انت بتعمل عشان تأمن مستقبل عيالك، ما فيش في بالك حتة انك تهرب من الميراث وتهرب من شرع ربنا. خلاص، ما فيش في ذهنك انك تحرم حد. والله هو الأعلم والمطلع على ما في قلبك والمطلع على نيتك. خلاص، ما يجراش حاجة. انما يوم ما يتطرق إلينا بقى وإلى ذهننا، لا ده فلوسي، أخواتي ياخدوا منها ليه، بناتي أولى بيها، يبقى احنا كده دخلنا في الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى. غلط، ما ينفعش، ما ينفعش. وبالتالي كل واحد يقدر موقفه بقى، كل واحد يقدر موقفه من هذا الباب. اخر حاجة بقولها بقى، اللي هيكتب في حياته لولاده ذكور او اناث، او ذكور واناث، يكتب بالتسوية. ما يميش حد عن حد، ما يميش ولد عن بنت. ما دام بيكتب في حياته، هتكتب بعد ما ماتك تبقى وصية، اللي بعد الوفاة، اللي ياخدوه بعد الوفاة اسمه وصية. والوصية لا تجوز لوارث إلا بإذن باقي الورثة، ولا تزيد عن الثلث، والله أعلم. مولانا، سلام عليكم ورحمة الله. يقول الله تعالى في سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فما الفرق بين العام والسنة؟ الاثنين بيعبروا في قاسم مشترك عن الزمن، والزمن ده قد ايه؟ 12 شهر. بإجماع الأمة ما في حد اختلف على هذا، الاثنين مشتركين في زمن اسمه عام او سنة، 12 شهر، ايا كان اسماء الشهور ده عند الأمم، لكن في النهاية هي السنة او العام عندهم 12 شهر. بهذا أو على هذا تعارفت الأمم والشعوب، مش من النهاردة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. بتختلف السنة عن العام في التعبير القرآني والتعبير اللغوي العربي عند من يفقه. إيه بقى؟ قال لك العام بيكون فيه تفاؤل إنه فيه خير، السنة لا، غير كده، شبيهة بالسنة، وسنة برضو معناها مصايب وبلايا.
ولذلك أخذنا آل فرعون بالسنين، بالسنين، سنين عجاف، سنين فقر، سنين وحشة. فما تقولش كل سنة وانت طيب. كل السنة وانت طيب دي معناها ان يعني انت طيب ازاي بقى؟ هيبقى طيب ازاي؟ يعني هيبقى طيب وهو كل سنة فقر وكل سنة مرض وكل سنة بلايا على دماغه؟ يبقى طيب ازاي؟ ما ينفعش تقول كل عام وانت طيب، كل عام وانت بخير. فلما قال هنا فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، لأن 950 على هذا الكلام العام كانوا كلهم أذى. إمتى بقى ما كانش فيه أذى؟ اللي ما قعدوش معاهم، اللي ما مكثش فيهم معاهم، أو اللي حصل بعد الطوفان، إن لما جه الطوفان فصل بين مرحلة الإيذاء والتكذيب ومرحلة بقى الموجودين كلهم مؤمنين. ودي 50 سنة وبعدها لحق بربه على من فسر الآية بهذا، والله أعلم. مولانا عندي سؤال مهم جدا لفضيلتك. بعض الشباب الموجودين في نطاق الزملاء والأصدقاء لديهم آراء وأفكار خطيرة عن الدين والرسل والأنبياء، ويشككون في الآخرة وفي أشخاص الأنبياء وفي الرسالات وفي وجود الذات الإلهية، كيف أستطيع أن أقنعهم بالحق؟ لا، أنا أتمنى ابني الله يبارك لك أو بنتي حاجتين. الحاجة الأولى تواصلوا معانا أو مع بعض الأشخاص المعنيين بالجانب العلمي، وقرأوا كويس قوي لمصطفى محمود الله يرحمه ويحسن إليه، بالذات حوار مع ملحد مهم قوي. دي الوصية الأولانية، نتحصن إحنا الأول. الوصية الثانية قبل ما يبقى عندنا حصانة ما فيش داعي نتكلم مع الأولاد دول. ليه؟ ليه؟ أنا أخشى إن إحنا لو ما عندناش حصانة وما عندناش وعي وإدراك ننساق معاهم، عشان ما عندناش حجة، عشان ما إحناش مذاكرين كويس، عشان ما إحناش فاهمين كويس. فاهمين ومطمنين يبقى الأول نحضر نفسنا كويس. وعايز أقول لكم حاجة، الأولاد دول ما بيناقشوش عشان عايزين يفهموا. أنا كنت فاهم كده وطلعت مع حد من دول ولد معروف، والمعدة الله يكرمها كلمتني وقالت لي يا مولانا ولد عنده شبهات وعايز حد يجاوبه عليها عشان هو تعبان منها. فطبعا ده واجب، معقولة حد يقصدني في حاجة زي كده وقال له لأ؟ ورحت على هذا الأساس لقيت القصة مش كده. الولد ما عندوش شبهات وعايز حد يرد عليها، ده عنده شوية أفكار ورسائل عايز يوصلهم من خلالنا، ويبقى لهم قوة لما يقولهم قدام واحد زيي. وبعدين بيعتمدوا بقى على الجدل والسفسطة وما يسيبكش تكمل كلامك، ويروح مدخلك في زواري كتيرة كده ويفتح لك 20 موضوع في وقت واحد، فانت يا دوب تلاحق تجيب من هنا ويروح جايبك من هنا من بدون قصد، تلاقي نفسك اتشتت وهو شتتك في حاجات كتير قوي، وبيحسب نفسه عندئذ انه كسب جولة. ليه؟ ما هو الشيخ ما ردش على كل حاجة، وهو عشان يرد على كل حاجة محتاجين 100 حلقة، محتاجين برنامج لوحده نرد له عليه، مش 20-30 دقيقة. وبالتالي انا بعد كده اعتذرت، لا مش هطلع مع امثال دول تاني. عايزين نطلع نرد على دول، هتولنا الاولاد دول ولا غيرهم يقولوا اللي يقولوه ويمشوا، واحنا نسجل الكلام ده ونطلع بقى نرد عليه بهدوء وبروية وبوعي وبادراك. انما السفسطة اللي ملهاش لازمة والجدل، وهم كمان فيهم خصلة خلي بالك منها يا ابني ولا يا بنتي، ان هم عندهمش قيم. ما هو اللي بينكر وجود ربنا وبينكر النبوات والشرائع ما عندهمش قيم، ما فيش عنده حلال وحرام وعيب، ما عندوش ده، ما عندوش قيم الاحترام السائدة في مجتمعاتنا. فما فيش مانع ان يقول كلام فارغ انت مش هتستحمله، مش هتستحمله. فأتمنى انه يعني تفهم كلامي ده في الرسالتين اللي قلتهم، وربنا ربي يثبتنا جميعا ويسترنا. وأتمنى ان احنا لا نصاحب دول ولا نقرأ لهم ولا نخش على مواقعهم. حد يقول لي ده الصفحة بتاعت الملحدين عليها ملايين يا مولانا، يبقى فيه ملحدين في مصر بالملايين. غلط غلط، الملاحدة في مصر عشرات مئات، ما يتجاوزوش المئات، ما دخلوش في الألف ولا في الألفين.
ايوه انا بقول لكم بوضوح. انما في معجبين بقى اللي دخل وشاف حاجه وعجبته عمل لايك ولا عمل بتاع، هو ده اللي كتر العدد، وهم نفسهم بيعملوا جروبات ويكتروا العدد. القصه ما هي زي ما انتم فاهمين بالكثره دي، وربنا يهدي اولادنا اللهم امين. حاجه اخيره في هذا الموضوع، بعض اولادنا هو مش منكر وجود ربنا عند التحقيق، لما تراجعوا تلاقيه منكر الاله اللي صوروا الدواعش بانه ارهاب وتفجير وتدمير وخراب، هو ده اللي بينكروه. احنا لازم نعلم الدنيا كلها الله لا يرضى بالظلم، لكن قوانينه انه يحصل ظلم في الدنيا والحساب يوم في الاخره. انما الله موجود، واحد احد، فرد صمد. ببساطه شديده لو ما كانش ربنا موجود ما كانش يبقى فيه ليل ولا فيه نهار. يقول لك خلية عملت الكون، خلية تعمل سالم وتعمل زيد وتعمل عبيد وتعمل حمار وتعمل حصان وتعمل قرد وتعمل سمكة وتعمل فيل وتعمل بقرة، في ايه؟ في ايه؟ مش ممكن ده، مش ممكن، مش ممكن بهذا النسق العجيب، مش ممكن بهذا الترتيب الإبداعي الكائن في الكون. احنا محتاجين حلقات نتكلم في الكلام ده، وياريت تقروا في الإعجاز العلمي هترتاحوا جدا في هذا الشأن، والله المستعان. مولانا سلام عليكم، إذا كره الرجل امرأته ماذا يفعل وبينهم أطفال أبرياء؟ والله العظيم سؤال صعب، والله صعب. اللي يكره مراته يصبر عليها ويحتسب الأجر عند ربنا ويجاهد نفسه عشان خاطر العيال. طب مش قادر وهيوصل إن هو يظلمها، يعمل تصالح، لها يا مراتي أنا حد معاكي 1، 2، 3، 4، لما نفعتش المسألة وحسس إنه هيبقى مقهور وهيبقى تعبان وحالته النفسية هتتدمر، هتأثر على العيال وعلى شغله، يبقى يطلق. اللي شرع الزواج شرع الطلاق، وعياله في عينيه، عياله في عينيه، ما لهمش دعوة، مش هم اللي يدفعوا الثمن. نكره الست ما نكرهاش، نطلق ما نطلقش، العيال في عينينا، ما لهمش دعوة، ما يدفعوش التمن، وربنا يسلم اللهم أمين. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، عندي سؤال عن الورث في فلوس التأمينات، كل الفلوس موجودة بشيكين باسم الأم وأختي الآنسة، وأنا كمتزوجة أخذت 1000 جنيه فقط، وإخوات الولاد 2000، أما أمي خدت 28. أنت تحسين يوم يا بنتي ولا إيه؟ طيب والآنسة خدت 28، هل هذه القسمة حلال؟ مع العلم أن أبي أتى بجهاز أختي كاملا لا ينقصها شيء، فإخواتي الذكور يريدون أن يجمعوا كل الأموال دي وتقسم كورث شرعي كأن أبي تركها وإلى آخره. أنا رأيي من رأي إخواتك برضو. الأول يا بنتي الله يكرمك، نشوف لو في ديون على الوالد أيا كان، دي بنطلعها الأول ونسددها، بعد كده باقي هذا المال لو البيت محتاج يمشي لحد ما ينصرف المعاش بنسيب لهم 1، 2، 3، 4 ايا كان، يمشوا البيت على بال ما يبقى يصرف المعاش، منش ينسيبهم يمدوا ايديهم، والباقي يتوزع ميراث. الام تاخد اللي هي الزوجة يعني تاخد فيه التمن، والاولاد للذكر مثل حظ الانثيين. اختكم اللي ما اتجوزتش، اذا كان الوالد الله يرحمه جهزها والجهاز موجود خلاص ما تاخدش زيادة ولا حاجة، انما لو ما كانش يجهزها او الجهاز ناقص وجهزكم انتوا جهاز كامل، يبقى نجنب لها مبلغ يكفي لجهازها مساواه بكم، والباقي يتوزع ميراث لو بقي شيء، والله المستعان. هي عايزه الرد على الصفحه، انا بعتذر جدا، لكن تقدر يعني المعده ربنا يكرمها تقدر تخش وتنزل الكلام ده هو لو نفع، بارك الله فيكي. السؤال اللي بعد كده بتقول عاوزة أعرف إزاي الواحد يكون في قلبه ربنا على طول، بحس إن لساني تقيل في الذكر بنسى، بس ربنا طول ما بعمل أي حاجة ربنا في قلبي، ده يبقى ذكر برضه؟ يا سلام، ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذكر ليس فقط باللسان، الذكر ذكر القلب، القلب يبقى واعي ويبقى حاضر ويبقى حي، ضمير يبقى حي جوانا. هو ذكر ربنا يا اخوانا ايه ثمرته؟ ايه ثمرته؟ ان يكون الضمير حي،
يوم ما عيني تزوغ كده عايزة تبص على عورة حد أفتكر ربي، أروح مغمض عيني حتى لو وقعت على حرام، ربي في قلبي، ذكره يعني في قلبي، فعلى طول عيني اللي ببصت دي على طول يلحقها لساني يقول أستغفر الله، اللهم اغفر لي وارحمني. ربي في قلبي لما هسمع الأذان الله أكبر مرحبا بذكر الله وهقوم أصلي، حي على الصلاة طبعا، لبيك يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى لو الفجر والدنيا برد هشيل الغطا وأقوم أصلي لربي سبحانه وتعالى. لما يبقى قدامي قضية أشهد فيها بالعدل ولا بالظلم، لا أشهد بالعدل عشان ربنا حاضر في قلبي، ضمير يقظ، هو ده الذكر يا أخوانا. لما يكون أمام موقف أصدق ولا أكذب، لا هصدق عشان ربي، أنافق ولا أقول الحقيقة، لا هقول الحقيقة عشان ربي سبحانه وتعالى، في موقف أعطف فيه على المسكين ولا الغلبان ولا على حتى الحيوان أعطف عشان ربي سبحانه وتعالى، فربي حاضر في قلبي، أسامح عشان ربي اللي حاضر في قلبي، ده المهم، ده الذكر الحقيقي يا إخوانا. إن الذكر إذا تحول فقط إلى كلمات باللسان لا علاقة لها بالقلب ولا تؤثر في الجوارح، كهؤلاء الذين ربما ذهبوا إلى الحج وعادوا يرتشون، أو هؤلاء الذين يقومون للصلاة وبعد أن ينتهون من الصلاة يعودون فيقبضوا الرشوة، أو هؤلاء الذين يمسكون المسبحة بأيدهم اليمنى ويمدونها للرشوة باليد اليسرى للرشوة، دول مش مسبحين أبدا ولا ذاك، دول مستهترين، دول مستهزئين بربنا والله العظيم. فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، الذكر في الحقيقة ذكر القلب، القلب اليقظ الحي الضمير الحي النابض اللي ما يعملش الغلط حتى لو ما حدش شايفه، ويوم ما يعملوا ببشريته، احنا بشر ما بقولكوش هنبقى ملائكة، يوم ما يعملوا يرجع لربه بسرعة، يا رب سامحني سامحني. ودي التقوى على فكرة، هي التقوى ايه؟ التقوى حضور ومشاهدة الرب بالقلب، كأني اشوف ربنا، وده الاحسان، ان تعبد الله كأنك ايه؟ تراه، كأنك شايفه بعينيك، كأنك شايفه بقلبك، طبعا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو ده الذكر الحقيقي، حتى لو اللسان تعب شوية ولا سكت شوية، الأصل الذكر بالقلب، لكن حبذا لو جمعنا بين القلب واللسان فذاك شيء عظيم. مولانا ربنا يزيدك يا رب، اللهم أمين، زدنا من فضله جميعا. أريد أن أسأل، عندما أدافع عن حد في غيبته دايما أجد اللي بيتكلموا على بعض يتصلحوا والكل يكرهني لأني لم أسايره في الكلام على الآخر، وأنا أعلم إذا أحب الله عبدا حبب فيه خلقه، وأنا بلاحظ اللي عندهم حلاوة الحديث واللي بيغتابوا الناس هم اللي محبوبين. يا بنتي الله يكرمك، ولا يا ابني محبوبين لمين؟ محبوبين لمين؟ محبوبين لمين؟ لأمثالهم، لأمثالهم اللي بياخدهم على هواهم. إنما انت ما يهمكوش إذا الناس الوحشة كرهونا، ما ده طبيعي، ما ده طبيعي، احنا بنحرص على حب الناس الطيبين والناس الصالحين، انما يكرهني الناس الوحشه، ما ده مؤشر حلو، فده مؤشر كويس قوي، فخلينا على اللي احنا عليه، احنا على قيم وعلى اخلاق وعلى سلوكيات لا يمكن ان تتغير حتى لو كرهنا الناس. الا يكرهنا مين؟ من سيكره الصادق الكاذب؟ من سيكره الامين الخائن؟ من سيكره المنتظم في عمله المش منتظم؟ فاللي يكرهنا يكرهنا، نعمل الصح يا بنتي، اللي بحبه ربه بيحب فيه العباد الصالحين، ربنا سبحانه وتعالى يملأ قلوبنا بحبه وحب عباده الصالحين ويحشرنا في زمرة حبيبنا الأعظم، الأعظم من الخلق عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد، اللهم أمين، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد الفاصل تتابعون فكرة الجمعية بالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله، تواصلون بعد الفاصل.